العيش الشمسي، تراث مصري قديم حافظ عليه أهل الصعيد. ترجع صناعة الخبز في مصر إلى عام 3800 قبل الميلاد، أي منذ ما يقرب من 5800 عام. وفي جنوب مصر داخل ربوع محافظات الصعيد، ما زالت سيدات مصر العليا تتوارث أسرار بعض أنواع الخبز المقدس لدى المصريون القدماء، والذين كانوا يقدمونه قرابين للآلهة ويضعونه في قبور الموتى. أحد هذه الأنواع العيش الشمسي. العيش الشمسي الذي لم ينقرض حتى يومنا هذا، بل ما زال الخبز الرئيسي في صعيد مصر، وما زال يصنع بنفس الطريقة التي اعتاد عليها المصريون منذ آلاف السنين. سمي بذلك الاسم لأنه يطرق في الشمس حتى يختمر. أما عن طريقة صناعته، فتبدأ بتحليل الدقيق وتنقيته من الشوائب والردة، بعدها يخلط جزء منه بالماء الساخن وخميرة البرباسة، ثم يغطى الإناء بغطاء محكم ويطرق حتى صباح اليوم التالي. ثم تبدأ عملية العجن بإضافة بقية الدقيق والماء، والتي تستغرق حوالي الساعة تقريبا. ثم يقطع العجين إلى قرص صغيرة ويرص في أطباق دائرية مصنوعة من الطين والورق، وتوضع تحت أشعة الشمس حتى تختمر. ولا يمكن أن تنسى السيدات تزيين العيش الشمسي بالشعارات المصرية القديمة، وهي عبارة عن رسم خط دائري حول قرص العجين، وهو معتقد مصري قديم يرمز إلى الإله رع، وفي منتصف الدائرة ينقش رقم 11. يطهى العيش الشمسي في فرن بلدي صغير مصنوعا من الطين، يشعل فيه النار باستخدام أعواد الذرة الناشفة والتي يطلق عليها الحطب، مع بعض أقراص من روس الحيوانات. يوضع الخبز داخل الفرن بواسطة أداة خشبية تشبه مضرب التنس تسمى المطرحة، وبعد تمام نضجه يتم إخراجه من الفرن ووضعه في إناء من الخوص أو الورق يسمى برش، وهو إناء واسع وكبير مخصص للخبز.